لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. خير الكلام نبدأه بالصلاة على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عادة ما ينام الناس بطريقة طبيعية، ولكن البعض ينامون وأفواههم مفتوحة. فهل تساءلت يوما عن السبب الذي يكمن وراء هذه العادة، وما هي أضرارها الصحية؟ تعود ظاهرة فتح الفم أثناء النوم لأسباب عدة، والأكثر شيوعا هي وجود اللحمية في الأنف منذ الطفولة، والتي تستمر تعمر متقدم من دون إزالة، ما يعيق عملية التنفس أثناء النوم، فيفتح الإنسان فمه لا إراديا، لأن الجسم يحاول التعويض عن ذلك الهواء من خلال التنفس عن طريق الفم لتجنب الاختناق. هذه العادة تسبب مشاكل كبيرة قد لا تنتبه لها، وقد أشارت الدراسات إلى أن من ينامون وأفواههم مفتوحة تعرضون لجفاف الفم الذي يسبب تكاثر البكتيريا. فاللعاب مسؤول عن تنظيف الفم، عندما يتعرض الشخص لجفاف الفم تتكاثر البكتيريا في فمه، وهذا يسبب بدوره تسوس الأسنان. تسبب هذه العادة رائحة الفم الكريهة، سبب جفاف الفم وتكاثر البكتيريا بشكل كبير. أما المشكلة الأهم فهي أن النوم بهذه الطريقة يسبب الشعور بالتعب والإرهاق، وذلك لأن الجسم لا يتلقى كمية مناسبة من الأكسجين. وأتمنى أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم، ولا تنسوا نشر المقطع لكي يعم الأجر والفائدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.